بالكتابه فقط، اللي هي اللي حنا اعتدنا عليها واللي الجيل ديالنا حنا كبر غير بها، غير بهذا الكتابه. نختزل بها زمن التعلم والاستيعاب، يعني الوقت اللي غادي نتعلم فواحد المده طويله، ملي كنرجع للخريطه الذهنيه كنختزل زمن التعلم وزمن الاستيعاب. تعتمد فيها على الذاكره البصريه، تعطينا صوره شامله عن الموضوع. شو معنى صوره شامله عن الموضوع؟ يقدر مثلا يكون الموضوع انت عندك في الدفتر مسجل في ثلاثه ولا في اربعه ديال الصفحات، ولكن ملي كتحولوا للخريطه الذهنيه كيولي عندك في صفحه واحده، وكيولي كيبان لك، احنا كنشتغلوا بالبصر، كيولي كيبان لك الموضوع كامل على طوله، واخا يكون فيه حتى خمسه ديال الصفحات تقدر ديروه على صفحه واحده. اذا لهذا تعطينا صوره شامله عن الموضوع. لاحظوا الان هذا الكلام احنا غادي نقولوه بطريقه اخرى. الخريطه الذهنيه وسيله حديثه للتعلم للفهم والاستيعاب والمراجعه، هذه نفس الافكار اللي قلت قبيل، وسيله للتعبير عن افكارنا وبرامجنا، تعتمد الكتابه والصور والرموز، تعتمد الخطوط والالوان والفروع بدل الكتابه فقط. نختزل بها زمن التعلم والاستيعاب، نعتمد فيها على الذاكره البصريه، تعطينا صورة شاملة عن الموضوع. إذا دابا بكل صراحة، شكون الفقرة اللي بان لكم تقدروا تعقلوا بها على المعطيات؟ واش هذه ولا السابقة؟ هذا علاش الخريطة الذهنية مهمة جدا في عملية التعلم وعملية الاستيعاب. إذا لاحظتوا أنا نرجع لهذ الصورة، إذا لاحظتوا راه كل دائرة عندي في لون، غير ما كتبانش الألوان مزيان، كتبان تقريبا كتشابه، هي راه حتى اللون كيشبه اللون، لأن الخريطة الذهنية كتبغي الألوان، لأن كنشتغل بها بالبصر، الألوان هذي كتسجل لنا المعلومة في الذهن. سؤال آخر هو لماذا الخريطة الذهنية؟ واخا حنا عرفنا بعض المعطيات، يعني علاش كاع طوني بوزان جاب لنا هذه الخريطة الذهنية؟ لفهم الخريطة الذهنية لابد من معرفة كيف يعمل دماغ الإنسان، حنا نشرحها بشكل مبسط. هذا دماغ الإنسان يتشكل من فصلين، اليمين واليسار. هذا الشق الأيمن المهمة ديالو هي استيعاب الألوان، الخيال، الرسم، الموسيقى، الأصوات، المشاعر، أحلام اليقظة إلى غير ذلك. أما الأيسر كيمشي مجال آخر، الحسابات، المنطق، التسلسل، الأرقام، التحدث أو اللغة، التفكير، التخيل. لاحظتم أن كاين شق له مجال خاص به وشق آخر له خاص به. ما علاقة هذا بالخريطة الدينية؟ شكون يقدر يقول لي ما علاقة هذا بالخريطة الدينية؟ جيد، أن الخريطة الدينية تجعلك أنت المخاطب أو أنت تستخدمين الشقين معا، الأيمن والأيسر. النتيجة احنا غادي نكتبوها عاوتاني بهذه الطريقة ونشوفوها بطريقة أخرى ونشوفوا واش بصح الخريطة الذهنية تسهل العملية. عفوا، النتيجة عندما تقوم بحفظ مقطع من درس فإنك تستخدم الشق الأيسر فقط للعقل، أما إذا قمت بكتابة نفس المقطع موظفا الألوان والخطوط والدوائر فإنك تستخدم الشقين معا لعقلك، مما يسهل عملية الحفظ والاسترجاع. نحن نمشيو من المخ ونمشيو لليدين، واش إلا خدمت بواحد اليد هي اللي خدمت بجوج اليدين؟ ماشي بحال بحال. نفس الشيء بالنسبة للعقل، إلا استعملنا غير واحد الشق راه غادي نستوعبو، ماشي ما كنستوعبوش، ولكن الإسراع في الاستيعاب والإسراع في تسجيل المعلومة في المخ يجب أن نعتمد فيهما على شقين معا، أي من خلال دمج الجانبين معا من المخ ترفع العديد من القدرات العقلية وترفع كفاءة التعلم والاستيعاب، ومن ثم يتم تخزين المعلومات في الدماغ لأطول مدة ممكنة. إذن اللي كنستعملوا بجوج كنربحوا أكثر. الخريطة الذهنية نموذج رائع لزيادة عدد الحواس المشتركة في عملية التعلم، يعني الحواس كلها كتشتغل، كيوقع عندنا نشاط في الجسم، الحواس كلها نشيطة، وكل واحد كل حاسة تحاول أن تسجل من جانبها، حاسة البصر من جانبها، حاسة السمع من جانبها، سنرى معنا حاسة السمع بعد حين،
حسس كل حواس تحاول أن تسجل من جانبها. الآن لاحظوا النتيجة. حفظ الطرف دون ألوان أي استخدام الشق الأيمن وحده. صعوبة، هذه النتيجة ديال استعمال شق واحد. صعوبة في الحفظ والفهم والإبداع، وصعوبة في تخزين المعلومات في الذاكرة. أنا قلت ماشي ما كنسجلوش، راه نسجل حتى غير بالكتابة، ولكن صعوبة. الآن الخريطة الذهنية تعمل على الاختزال، اختزال الوقت. النتيجة كنكونوا قلقين لأننا ما استطعناش باش نسجلوا بسرعة. حفظه بالألوان والخطوط تساوي أي استخدام الشقين معا. سهولة في الحفظ والفهم والإبداع وتخزين المعلومات لأطول مدة ممكنة. أكيد غادي نلقاو دابا وجه مخالف لهذا الوجه هذا. هذا فرحان، علاش؟ لأنه سجل المعلومات ديالو، شغل كاع الحواس وسجل المعلومات ديالو ونشط باش خرج بنتيجة، وهي أن الخريطة الذهنية نموذج رائع لزيادة عدد الحواس المشتركة في عملية الفهم. إذا لاحظتوا أن الخريطة الذهنية الآن اللي أمامكم أو حتى اللي مرات كتعتمد على الدوائر، كتعتمد على الخطوط، كتعتمد على الألوان، وكتعتمد أيضا على الصور. حتى الصورة مثلا هنا ملي غادي نبقى نفكر، أنا نتفكر بأن هذيك الجهة راه كان فيها واحد الوجه كيبكي، غنتفكر أوتوماتيكمون بأن داك الشيء اللي كان قدامه راه كله ما كانش هو هذاك، ما قدر يدير حتى حاجة. وملي غادي نشوف هذا فرحان، هذاك الوجه غادي يفكر لي بأن راه استعمال الخريطة الذهنية هو استعمال جانبين معا من المخ، وزيادة في عملية الاستيعاب وعملية الذكر وعملية أو مساعدة الذاكرة على القيام بكل مستوياتها الثلاث. إذا كيجي الخط ديالي كيبدا يرجع بيا اللور، كيذكرني في المعلومات السابقة. إذا كونها خريطة فلأنها تشبه الخريطة في التوضيح العام. الخريطة اللي كتعرفوا اللي كديروا تشبه الخريطة في التوضيح العام. وكونها ذهنية لأنها تشبه في طريقة عملها عمل الذهن، لأن الذهن فيه مجموعة ديال الخلايا، وهذيك الخلايا رغم الدقة ديالها والصغر ديالها، مثلا خلايا فيها واحد الحجم ديال 10 سنتيم، هي في الحقيقة ديالها غير مليمتر. إذا هذيك الخلايا فاش كتكبرها بالمجهر كتبان لك بحال هذه الخريطة دابا اللي كانت قدامكم قبل قليل. والعين ملي كتشوف هذه الخريطة اللي كيقولوا الناس ديال التربيه اللي بحال توني بوزان اللي هو الرائد في العالم باسره، كيقول بان العين ملي كتشوف هذه الخريطه بهذا الشكل كيتبان لها بحال الخلايا ديال الدماغ، وبالتالي الدماغ كيسجل ديك الصوره اللي عنده في الراس اصلا بشكل خلقي. هذه هذا نموذج ديال تدبير الوقت، من تدبير وقت المراجعة والتهيئة للامتحانات، ولكن كان خصنا نكونوا ملتزمين مع دواتنا. مع دواتنا كناخذ واحد الورقة وكندير فيها دائرة في الوسط وكنكتب فيها أيام الأسبوع، هذه كنكتب فيها أيام الأسبوع ولكن مع الأسف ما كتبانش مزيان، وكنكتب أيام الأسبوع كاملة، كندور على الدائرة الأحد الاثنين ثلاثة الأربعاء حتى كنكمل أيام الأسبوع كاملة، كنحطها حدايا. لحقاش دابا انا راني كنوجد، اما كنوجد دراسي العاديه واما كنوجد الامتحان. اذا كنحط حدايا ايام الاسبوع، ولي ان اقسمها اما الى صباحا ومساء، ويمكنك تقسمها لثلاثه، غدير صباحا ودير بعد الزوال ودير مساء، هذا ملي كتكون العطله. اما دابا في الدراسه كان كيظهر لي غادي دير غير تقسم من بعد المغادره ديالك للمؤسسه حتى كتبغي تنعس، تقسمها على جوج مثلا، غادي دير من 7 ل 10 ودير من 11 ل 12 ولا كنتو كتقدروا تفيقوا حتى ل 12 ولا اكثر. نتوما ادرى بالقدرات ديالكم في هذا المجال كيفاش تقسموا هذه الخريطه. ملي كنقسمها هكا صباحا مساء في جميع الايام هكذا، ولا صباحا كما قلت بعد الزوال ومساء، هذا نموذج. كنرجع لذاك الايام ذاك الاوقات، عندي مثلا دابا تما صباحا تما كاينين جوج ديال الخطوط، نقدر نكتب في فوقاني فيزياء، وداك التحتاني نقدر ندير فيه تربيه اسلاميه. يعني انا لا كنت قادر باش نراجع المواد اليوم في الصباح، والا ما غاديش ندير هاد الخطوط هذه، غادي يبقى عندي غير صباحا الفيزياء
ومساء تربية إسلامية مثلا. هذا الشيء ما يمكنش أنا نحدد لكم بالضبط شنو خاصكم ديروا. أنتم أدرى بوقتكم وأدرى بطاقتكم الاستيعابية ولا طاقتكم الجهدية باش تستوعبوا المادة اللي عندكم في المقرر. إذا كنمشيو مع هذا كنقسموا هذه الخطوط هذه كاملة. إذا لاحظتوا أنها هي خارطة وهي شبيهة بالخلية. هذا الشيء علاش طوني بوزان كيقول بأن هذه الخارطة الذهنية الشبه ديالها مع الخلية كيخلي الدماغ كيشوفها كيسجلها. هذا نموذج خريطة ديال الدرس. إذا بغينا مثلا نقرأ شي درس معين كنديروا عنوان الدرس في الوسط. هذا اختيار، هذا اختيار أولي، كنديروا عنوان الدرس في الوسط وكنخرج منه الفكرة الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة. هذو النقاط الأساسية الكبرى. من بعد كنرجع لهذه النقاط الأساسية وكنوزعها هي بيدها إلى نقاط ثانوية. إذا لاحظتوا لقاش قلنا قبيل بأن الخريطة كتمكننا من مشاهدة ولا من رؤية الدرس كاملا. دابا هذا الدرس هذا واخا يكون فيه جوج صفحات ولا ثلاثة، واخا يكون مثلا كل فكرة أساسية كاينة في صفحة، إذا عندنا هنا أربعة ديال الصفحات نقدر نجمعهم في واحد الصفحة بحال هكذا. غير باش ما نمشيوش عفاكم غالطين مع الخريطة الذهنية، لأن الخريطة الذهنية أولا كنعتمدوها في جوج مسائل. المسألة الأولى كنديرها باش كنفهم الدرس، كيكون الدرس كيبان ليا طويل كيبان لي ما عمرو ما غادي نفهمو، لا باش نفهم الدرس كنحط العنوان ديال الدرس في الوسط، الفكرة الأساسية الأولى الثانية الثالثة شنو هي النقاط الفرعية اللي كاينة، هذه الأولى. ولكن باش نستوعب الدرس راه كيخصني نرجع للدفتر باش نستوعب المقاطع ديال الدرس. ملي كنرجع ملي كنكمل مع الدرس كنقول لراسي واش أنا عاقل على الدرس ولا ما عاقلش، شنو غادي ندير؟ كنسد الدفتر. دابا انا قريت واحد الدرس مثلا في شي ماده معينه اس بي تي ولا تربيه اسلاميه ولا تاريخ وجغرافيه، كنسد الدفتر خصني ندير مراجعه مع راسي. كنجيب ورقه وكندير العنوان ديال داك الدرس في الوسط، كنقول هذا الدرس هذا فيه اربعه ديال النقاط الاساسيه كنجبدهم، وكندير النقاط الفرعيه وكنشوف راسي واش انا قادر ندير عمليه الاسترجاع، واش الذاكره ديالي استوعبات وسجلات وغادي دير عمليه الاسترجاع فيما بعد. أولا كاين هذا النموذج هذا، هذاك الأول كان الدرس في الوسط، هذا إما كتمشيو هكا يسار يمين أولا كتمشيو يمين يسار بحال بحال على حسب المادة. إذا كانت فرنسية ولا شي مادة ناطقة باللغة اللاتينية كتمشيو بهاد هكا يسار يمين، ولا كان الأخرى كتمشي هكا بالعكس. واضح؟ من أقوال توني بوزان: إن المعرفة لا تزود بالقوة إلا إذا تم تنظيمها جيدا. إذا المعرفة ما يمكنش تكون عندها واحد القوة، أنت عندك المعرفة ولكن المعرفة اللي عندك تنقصها القوة. من أين تستمد قوتها؟ من التنظيم. التنظيم بالنسبة لتوني بوزان ما هو؟ هو الخريطة الذهنية. كتنظم الأفكار ديالك كاملة، كتقول مثلا انا الدرس هذا ما عرفتش شحال فكره فيه وكيجيب لي الضره فيه ما عرفتش شحال الفكره كاع معقله اليوم، جيبو ورقه وستيلو، هز الورقه كتب العنوان ديال الدرس في الوسط، جر الافكار، جر الافكار الثانويه، ها انت نظمتي اولا ونظمتي حتى مخك ما غاديش يبقى مشتت عائم ما كتعرفش واش عندك الافكار ولا ما عندكش ولا عندك منظمه ولا ماشي منظمه. اذا عمليه التنظيم تعطي القوه للمعرفه. هذا الموضوع اللي هضرنا عليه قبيل وهو ظاهره فراغ العقل. الصوره باينه ياك، شنو داك اليد؟ قومة. كتحسوا بان المخ دازت عليه القومة مسحات كل شيء. الاسد. الاعتقاد بان فهم الموضوع كافي لتذكره. كتقرا الموضوع فهمتيه مزيان ما بقاتلك فيه حتى نقطه لم تفهم، ولكن واش الفهم بوحدو كافي؟ شنو خصنا نجيب العمليه الثانيه؟ التسجيل. خصنا نسجلوا المعلومه ماشي غير نفهموها. انا ممكن دابا تشرح لي مثلا شي درس واخا ماشي في التخصص ديالي الماده ديالي ويكون كاع معقد ونقدر نمشي معاك ونفهم معاك بزاف الامور، ولكن رجع لعندي غدا ولا بعد غدا وقول لي داكشي اللي قلت لك البارح ما غاديش نعقل. علاش؟ لان ما كانش عندي الوقت باش نسجل. يلا كان عندي الوقت ديال نفهم، والفهم ماشي هو الاستيعاب، ماشي هو التسجيل ديال المعلومه. وهذا علاش كنلجؤوا في بعض الاحيان
مثلا هاد القولة دابا ديال توني بوزان، دابا شتوها قدام عينيكم، نقدر غير دابا ساعة نقول لكم شنو القولة ديال توني بوزان؟ غتنساوها، علاش؟ ما سجلتوهاش. إذا كاينة طرق يمكن نعاودها جوج مرات ثلاثة، يمكن ندير لها شي روبير باش نعقل عليها، يمكن ما تسجلاتش. إلا ما تسجلاتش راه المعلومة، إلا ما تسجلاتش الذاكرة لا تقوم بالعملية الثالثة التي هي عملية الاسترجاع. إذا الاعتقاد بأن فهم الموضوع كافي تذكريه، واخا فهمتيه عاود رجع له ورجع له ورجع له حتى تحس بأنه صافي لصق. باش كنعرف بأنه لصق؟ كنحيد الدفتر من حدايا، واما كاين ما كنبقى كنهضر كنقول نهضر مع راسي، راه ماشي حماق، راه كنهضر مع راسي في الدار، نقول داك الدرس فيه وفيه 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 وكنهضر. يا اما كنجيب شي واحد كنقول له عافاك جلس حدايا نشرح لك واحد الدرس، غير نشوف انا بغيت غير نعرف راسي واش انا فاهم ولا ما فاهمش، ونجلس نعاود له نجلس نعاود له. انا كنعقل فاش كنت كنقرا في هاد الثانويه هادي، انا من هنا خديت البكالوريا بهاد المؤسسه هادي، كنت كنخدم انا واحد الصديقه ديالي بهاد الفلسفه. واحد النهار ما كانش، وبقيت كنخدم بوحدي، وانا نجيب الوالده ديالي حدايا، قلت لها عافاك اجي نشرح لك. وشنو كان الدرس؟ كان عالم المثول عند افلاطون، وكان كيقول بان الانسان على وجه الارض راه هو غير الخيال ديال داك عالم المثول اللي كاين في السماء. المهم كتعرفوا المثاليه ديال افلاطون. وانا بقيت كنشرح الوالده عالم المثول عند افلاطون. تخيلوا شنو قالت لي؟ قالت لي بحال شكل ديال التصاور. قلت لها كيفاش بحال التصاور؟ قالت لي التصاور ماشي هو الحقيقه ديال الانسان. قلت لها دابا فهمتي اكثر مني. يعني شوف هاد الفكره فاش قالتها لي الوالده فوقاش 81 انا خدمت البكالوريا، وبقيت عاقله عليها لان خدمتها معاها، بقيت كنعاود لها وبدات وجابت معايا المعلومه لصقت تسجلات. اذا انت نتوما خديروا هذا الشكل هذا، جيب شي واحد ما عنده علاقه بالماده ديالك كله غير نشرح لك وشرح له، ولا ما لقيتيش لما نشرح اشرح لراسك، بقى تهضر مع راسك راه كاين وكاين وكاين وكاين. شكون اللي كيدير العمليه؟ كديروها مزيان صحيحه، راه صحيه 100%. سبب اخر اللي ظهر في فراغ العقل، كتبغي تذكر مواد كامله مره واحده، واحد اللحظه كتقول كتكون كتقرا مثلا كتقرا العلوم الحياه والارض، كتقول التاريخ والجغرافيا نسيتها، والمنطقي حتى هو والعربيه، وكتبغي تجيبهم كلهم في دقه واحده. شنو قلنا قبيله على الرفوف؟ الذاكره عندها رفوف تخزن فيها المعلومات. هذيك العمليه اللي كنقولها بالفرنسيه لا كونسونطراسيون، هي اللي الذاكره كتجبد داك الملف اللي باغي في ديك اللحظه هذيك، والملفات الاخرى كلها ما كتبقاش تتعامل معها. عندنا الحاسوب مثلا، الا قبضتي وحليتي واحد 20 باج ديال الوورد وكتبتي فيها، لا بقى ما تبلوكاش، حنا عندنا بيسيم صحيح ما غيتبلوكاش، ولكن حيت غتبغي تطفيه شنو كيطلب؟ كيطلب واحد العمليه مهمه، كتبغي تطفي كيقول لك واش بغيتي تسجل. الا سجلتي شنو كيحدث؟ ملي كترجع للملف كتلقاه، وقول له لا ما نسجلش ومسح كل شيء، كترجع ما كتلقى حتى حاجه. راه هكاك الذاكره كتطلب منك واش بغيتي تسجل. اذا سجل كاين الاعاده وكاين طريقه الحوار وكاين طريقه ديال الخريطه وكاين بزاف الحوايج باش كنسجل المعلومه. بالاضافه الى ان الانسان الى بغينا نعاود نرجعوا للحاسوب التشبيه ديالنا، الى فتحنا مجموعه ديال الملفات في الحاسوب ما يمكنناش نقراوها دفعه واحده، ما يمكنش. هو حاسوب هي اله وما كتخلي ما دير، ولكن الا بغينا نقراوها راه خصنا نرتبو. كنرجعو لتوني بوزان اللي قال عمليه القوه كاينه في التنظيم. نقطه اخرى من اسباب هذه الظاهره فراغ العقل، وهي درجه عاليه من القلق تؤثر على عمليه الذاكره. هذه وقفنا عليها قبيل، قلنا بان عمليه الذاكره الثلاث، اذا كان القلق والغضب والعصبيه والانفعالات هذه كلها تعوق عمليه الذاكره الثلاث، ما كيوقعش الاستيعاب، وبالتالي لا يقع التسجيل ولا يقع الاسترجاع. ثم اخيرا عدم الثقه بالنفس. احنا وقفنا قبيل في التفكير السلبي والتفكير الايجابي. عدم الثقه بالنفس، دائما خاطب نفسك، حاضر نفسك حوارا ايجابيا.
انا ما نقصاني حتى حاجه، عقلي بحالو بحال عقل عباد الله اللي كيجيبو مزيان، بحال عقل عباد الله اللي كيفكروا مزيان، بحال عقل عباد الله اللي كيفهموا دغيا، اللي كيسجلوا دغيا. دائما داك الخطاب الايجابي يكون عندك البنات. اياكم ثم اياكم تقللوا او تبخسوا نفسكم حقها. انا ما نقدرش ندير، انا ما نعرفش، انا ما نديرش. لا، دائما تكون عندك الثقه بالنفس. شوش نبقي تقريبا هذه بعض النصائح لليلة الامتحان. لا تشوفوها معايا ليلة اليوم الامتحان. علاش انا نقصت حتى الليله ديال الامتحان والنهار ديالو واخا باقي الامتحان بعيد شويه، ما عرفتوش جبنا الظروف باش نتلاقاو من بعد باش ندير واحد اللقاء خاص بهذا الموضوع ولا. انا قلت نعطيكم غير بعض الاشارات. اذا اجتنب تناول ايات منبهات او منومات. كاينين التلاميذ اللي كيبقاو يشربوا الكينه باش يبقاو فايقين، او اللي يشربوا شي قهوه مثلا بواحد لادوز اللي كثر داك الطاقه الاستيعابيه ديالهم، كيدير اي محاوله باش يبقى فايق، او العكس كيخاف ما يجيش النعاس لان عنده الارق، كيبدا يشرب الدواء باش ينعس. اذا ليله الامتحان تحديدا اجتنبوا تناول هذه المنبهات او المنومات. ليله الامتحان وهي ادواتي كامله، بطاقه التعريف الوطنيه لاستدعاء الاقلام الى غير ذلك. ما تخليش حتى الصباح عاد تبقى تقلب على كارتاس في كاينه، وتبقى تقلب على الادوات ولا الاستدعاء ولا غير ذلك. كل شيء هذا الشيء كيوجد في الليل. ايضا اضبط المنبه جيدا او منبهين، لان راه الا فاتك الوقت ودخلتي بواحد المده اللي هي محدده وما وصلتيش، راه واخا تعطي جميع التبريرات راه ما غاديش تدخل. راه كنت وقع لي، راه موقع لي لك الامتحان هذا، ما فيهش وقع لي، هذا موقع لي. كنظن ربع ساعه، ربع ساعه من بعد ما كيتوزعوا الاوراق ما كيبقاش كيدخل حتى شي واحد. هذيك ربع ساعه الا بقيتي كتقلب فيها في الدار، لا كارت نص ولا كتقلب فيها على الاستدعاء، كتقلب فيها على شي حوايج اخرين كنخصهم يتهيئوا من البارح في الليل، مشات الامتحان. ثم نمشي للنوم باكرا لارتاح. هذيك الليله نخليها للراحه ديالي. حنا قلنا النوم والاهميه ديالته لعدد الساعات وكيفاش كتشتغل الذاكره، فاش كيكون الانسان مرتاح وناعس. لا افكر في الامتحان ديك الليله، مش نعس صافي نسى شي شويه الامتحان، حاول نفكر شي حاجه اخرى غير الامتحان. الغد لي الصباح كنمشي للامتحان في وقت مناسب، عندي امتحان في 8 ما نمشيش في 7، هذا وقت غير مناسب، وما نخرجش من الدار مع 8 الا ربع، حتى هذا وقت غير مناسب. مثلا 8 ونص نكون في المؤسسه، ندير جميع الاحتياطات باش 8 ونص نكون فيها في المؤسسه. لا اتحدث مع اصدقائي عن موضوع الامتحان حيت نوصل، ما نبقاش نقول واش هذاك الدرس الفلاني عقلتو عليه فهمتو مزيان، ما نهضرش. لا لا، هذا هو الذي يربك عمليه الذاكره، ما نهضرش على الامتحان. الا لقيت فاش نضحك فاش نبسط نجيب شي نكته نقول شي حاجه، المهم ما نهضرش على الامتحان نهائيا. عندما اتناول ورقه الاسئله اخذ نفسا عميقا، عميق كتجبد على خاطرك وكتصوت. والطريقه الصحيحه، الطريقه الصحيحه للنفس العميق كتمر باربعه مراحل. الاولى كتجر ما امكن النفس بينك وبين راسك بحال كتحسب خمسه، مثلا كديرها انا حتحسب خمسه ما بقاش قديت نجبد اكثر، وكنقطع كنحسرو كنحبسو عندي بحال كنحسب خمسه، قطع النفس خمسه. فاش كنحسب ديك الخمسه كنصوت ديك الصوت اللي كنصوتها بحال كنحسب خمسه، ونعاود نقطع عاود خمسه. كيمثلوها بحال كدير شي مربع، ديك الجبال الاولى درت واحد الخط المربع، ديك القطعه اللي قطعت الخط الثاني، عاود كنصوت الخط الثالث، فاش كنقطع الخط الرابع. هذا المربع هذا كيعطيك تنفس واحد صحيح. الا عقلتوا على هذا الشيء ديروه، والا غير جبد مزيان التنفس ديالك وعاود صوت، خلي الاكسجين يتحرك يطلع للمخ. عاد انظر لورقة الامتحان. إذا أتناول، عندما أتناول ورقة للأسئلة أخذ نفسا عميقا. اقرأ الأسئلة جيدا قبل الشروع. اقرأ الأسئلة جيدا قبل الشروع في الإجابة. شيء جيدا السؤال نقرأه ونتأكد من أنني فهمته.
راه كاين التلميذ اللي كيقرا السؤال كيقرا غير واحد الكلمه فيه كتعرف كتجبد له واحد الملف كتقول له هذاك السؤال ها الجواب ديالو وكيبقى طق 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 حتى كيخرج كيقول هذا السؤال هادشي اللي فيه انا صحابني اذا قرا السؤال جيدا ثم بدا بالسهل من الاسئله بس ما ترهقش راسك الاول وانت كتقاتل دوز دوك اللي ساهلين راه عندك الحق باش تربك عمليه الترقيم مثلا بدا بخمسة ومن بعد ستة ومن بعد أربعة ومن بعد ثلاثة ومن بعد جوج ما كاينش نقول لك علاش الليله كانت الاسئله واحد كيبني على الاخر هنا ما كيمكنلكش تغير الترتيب مثلا السؤال الاول اللي كينبني عليه جوج وكينبني عليه ثلاثه وهي غاديه اذا هنا كيخصك تكون محترم الترتيب ثم لا اترك اي سؤال دون جواب ما عرفتي ما دير فيه والو كاع حتى حاجه دير فيه شي حاجه هذاك الشيء اللي بان لك بانه راه يقدر يكون صحيح ديرو يمكن لك هنا تاخذ ربع نقطه وهنا نص نقطه وهنا نص نقطه وانت قورتي واحد شويه اذا حتى حاجه ما تخليوها بدون حتى سؤال ما تخليوه بدون اجوبه عندما اغادر القاعه لا اناقش زملائي في الاسئله او الاجوبه السؤال ديال اشنو درتي في السؤال الفلاني ما تطرحوش على بعضياتكم علاش لان كيخلق لكم واحد الارتباك كيبقى مستمر معكم للحصه ديال الامتحان المواليه وكيلعب على الذاكره بواحد الشكل خطير جدا هذا هو الرعب ديال الامتحان اللي ناقشنا قبيل اذا ما ديروش راسكم في واحد العمليه ولا في واحد المحطه ديال الرعب بسبب اشنو درتي في الجواب في السؤال اللي فات او جاتي في السؤال غيره ما نهضرش على الاسئله حيت نخرج من الامتحان واخيرا اثق بنفسي ولا اعتمد على غيري راه دابا الاجراءات راه تشددات بواحد الشكل كبير جدا راه ولا الغش ولا كيوصل للسجن اذا دائما دخل بانك راك قريتي مزيان راك عارف مزيان راك غادي دير داكشي علاش قدرتي وكيبقى الكمال على الله اذا تبعتوا هذا الشيء كامل غادي تلقاو النقط ديالكم كتمشي بهذا الشكل هذا شفتوا شحال انا كريمه معكم يلا غادي نشوف دابا واحد الشريط قصير